إن الدين عند الله الإسلام. أثابكم الله. يقول السائل: غدا هو غرة شهر شعبان، ما الأعمال الصالحة المشروعة في الشهر؟ وهل العمل الصالح فيه أفضل من العمل الصالح في الأشهر الحرم؟ مش اللي يدراه إن غدا من شعبان، ما بعد ثبت الهلال، والذي يشرع في شعبان هو الصيام، صيام التطوع. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان ما لا يصومه في غيره، إلا أنه لا يستكمله بالصيام. نعم.